مستجدات بخصوص صيغة جديدة للشيك وتسقيفه في علاقة بالشيك دون رصيد، حيث تداول مجلس الوزراء اللي أشرف عليه رئيس الحكومة أحمد الحشيني اليوم في القصبة في عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها لتسوية وضعية من صدر ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات جارية لإصدار شيك دون رصيد، بهدف تحقيق التوازن بين حماية الحقوق المالية للدائن والحفاظ على حرية المدين. ويندرج مشروع القانون في إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وملائمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية. من جهتها وزيرة العدل ليلى جفال قدمت عرض حول مشروع القانون اللي يهدف إلى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من خلال تدعيم واجبات المصرف وتكريس مسؤوليته وتشجيع استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين أداء المؤسسات البنكية والمالية. ويشمل مشروع القانون عدد من التنقيحات على غرار إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه وإرساء منصة إلكترونية للتعامل بالشيك، إضافة إلى إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي أو يقل عن 5000 دينار، وتدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته. ويتضمن المشروع كذلك توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب ومرحلة التتبع والمحاكمة وإدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد، إلى جانب إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شيكية من المستفيد. طبعا فما يعني أهم الإصلاحات اللي تم ذكرها في مشروع القانون هذا بالتفصيل: تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته، إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه، إرساء منصة إلكترونية للتعامل بالشيك، إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد لمبلغ 5000 دينار، يعني يساوي أو أقل 5000 دينار، إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شيكية من المستفيد، إدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد، توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، تحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية، تسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن. ونتذكروا نسكل رئيس الجمهورية قداش من مرة يستدعي وزيرة العدل يحكي على الفصول 411 و410، كذلك كان نحكي على بعض وعطى بعض التوجيهات معناها في خصوص هذه التنقيحات، وأيضا كان في آخر لقاء له مع رئيس الحكومة أحكي على أهم النقاط اللي باش يتم عرضها في المجلس الوزاري. لطفي المرايحي اللي تم إيقافه والاحتفاظ به نشر فيديو وكان مسجله قبل ما يتم الإيقاف، تم نشر الفيديو متاعه على صفحته الرسمية، الصفحة الرسمية للأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، نشرت فيديو صوره قبل ما يتم إيقافه يوم أمس. المرايحي أكد أنه تعرض الهرسلة بعد انتقاده كمنافس سياسي للأداء السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد استنادا إلى معطيات حسب تعبيره. وتم إيقاف المرايحي البارح بعد إذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للاقتصادية والمالية بفتح بحث ضده وضد الكاتب العام للحزب اللي يترأسه من أجل تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي. يأتي هذا البحث على خلفية بحث سابق موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات بمقابل مادي، أي اعترفت الكاتبة العامة عند سماعها بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول أجنبية، وتم الإذن بالاحتفاظ بالكاتبة العامة لمدة
5 أيام قابلة للتمديد وإدراج لطفي المريحي بالتفتيش والأبحاث الجارية حسب تصريح سابق للنطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محمد زيتونة. وقد تم يوم أمس إيقاف المريحي والاحتفاظ به. في جربة تنتحل صفة إطار برئاسة الجمهورية لكنها وقعت في قبضة الأمر. أفاد ممثل النيابة العمومية بمدنين والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين لسعد الحر بأنه موظف بإدارة عمومية بجربة تقدم إلى أعوان الأمن الوطني بجربة للتشكي من امرأة قدمت نفسها على أنها إطار برئاسة الجمهورية مكلفة بتنظيم مؤتمر دولي حول الشراكة والأعمال بجربة. وبتعميق الأبحاث أكد المتحدث في تصريح لإذاعة تطاوين أنه تم حجز طوابع تخص رئاسة الجمهورية واستدعاءات إطارات عليا بالخارج ووثائق إدارية تبين اللي هي مفتعلة هذه الوثائق. وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين أذنت لفرقة الشرطة العادية بجربة بمباشرة قضية عدلية في حق المتهمة والاحتفاظ بها وبشخص آخر على ذمة الأبحاث وفق نفس المصدر. بالعودة على أبرز النقاط الأخرى، في المجلس الوزاري الذي انعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة حيث تداول فيه مشاريع قوانين وأوامر من بينهم مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية. كذلك مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنمية الاقتصادي والاجتماعي. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لاتفاق فيينا. أيضا فما زاد المشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل وعدة مشاريع أخرى. أعلنت وسائل إعلام فرنسية انسحاب أكثر من 210 مرشحين من اليسار أو ما يسمى بمعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون لصالح خصومهم لقطع الطريق أمام حزب التجمع الوطني ومنعه من الحصول على الأغلبية المطلقة يوم الأحد القادم اللي هو موعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية. وأبرمت أحزاب المعارضة الفرنسية اتفاقات سريعة أول أمس في محاولة لمنع فوز حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية اللي انطلقت لحد اللي فات، إذ قالت إنها لن تترأس الحكومة إلا إذا فازت بأغلبية مطلقة.